لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العصفورة. العصفورة تقول أنعل أبو السياسة. قلت لها شبيك هوب يا معودة شكو. قالت بحياتي قش شايفة لعب طايح حظه، بس مثل هذا اللعب ما شايفه. يا بشلون؟ قول قبل كانك اثنين، واحد يموت على الثاني، واحد يحب الثنان، وبيناتهم حب مو طبيعي. فجأة واحد قلب على الثاني، وقام واحد يطلع على الثاني ملفات وتهم وأمور، حتى وصلت بعضها إلى الخيانة العظمى واتهامات بأنه أنت اللي ذبحت ولدنا وأنت اللي سويت كذا. وبالتالي واحد طشر الثاني خارج العراق. شو وراه نتفاجئ؟ قاعدين سوا ساعة يسحرون، ساعة يفطرون. منو مو جد واحد مشتغل الثاني اكس مربع؟ لو هي واحدة من الاثنين، لو تضحكون علينا، لو هي السالفة صدق صايرين عزمني وعزمك، ضحكني وضحكك، أما الناس فإلها الله. فبالتالي ليش مدوخين الناس ويومية هزر طبيا نخلة من البداية؟ لا مدخلين بهوسة ولا مدخلين الناس بهزات، لا بيها ولا عليها السالفة، وما بيها هم اثنينهم عندهم عدو واحد، وهذا العدو مشترك يريدون يتحالفون ضده. قلت لها العصفورة هاي شلون؟ كان تقول لي مو أقول لك إن على أبو السياسة. رحب بكم من جديد، وعندنا محور في هذه الحلقة هو محور الزراعة. العواصف الترابية تحولت مدننا إلى صحاري، وسبب قلة الزراعة أسعار الرغيف اللي جاي ترتفع، ربما بتنضرب مجاعة سبب قلة الزراعة، أسعار الخضروات ترتفع وسبب أغلاق المنافذ، يعني قلة الزراعة. الفلاحون يعانون من عدم دفع مخصصاتهم لفترات طويلة، والسبب أيضا الزراعة. فإذا كنا نعاني كل هذه المشاكل والمشكلات في بلد زراعي، فلماذا نشتكي أصلا قلة الزراعة؟ خلينا نفتح هذا الموضوع اليوم ونرحب بالسيد محمد الخفاجي وزير الزراعة، الذي يوصف بأنه أفشل وزير زراعة مر على تاريخ العراق. لماذا يصفونك بهذا الوصف؟ شكرا جزيلا، رمضان كريم. يعني هذا وصف العصفورة لا وصفك؟ يعني وصف الناس ووصف الفلاحين حسب وجهة نظرك. يعني أنا وصف الفلاحين العكس، يعني يا فلاحين تنتقي بهم فلاحين أصدقائك. لا 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 لا، لو مو أصدقائك القطاع الزراعي وصف المزارعين ومنتجي الدواجن غير شكل. يعني لا، المنتجين دواجن والزراعين والأصدقاء غير شكل طبعا. أصدقاء أنا يعني أصدقائي كل المزارعين الفلاحين. يعني زين، أتحدى وأنا مريد أمدح نفسي من تاريخ 2003 اليوم، أتحدى وزير عمل مثلي بهذه الدورة لسنتين. يعني أي وزير عمل من 2003 إلى اليوم، يعني وشو سويت؟ برغم الظروف اللي حصلت موازنة ماكو، لأول مرة عام 21 وزارة الزراعة من 650 مليار إلى 160 مليار دعم الوزارة. يعني ومع هذا تسلطون الضوء على السلبيات ولا الإيجابيات؟ عفوا، وين الإيجابيات؟ وين الإيجابيات؟ من استلمت وزارة الزراعة لليوم يا معالي الوزير؟ معك اعطينا إيجابية واحدة. معك معك واحدة. معك صناعة الدواجن اللي هي بتاريخ العراق لغاية 2020. زين، إنتاج البيض العراق كان 1.3 مليار. اليوم العراق 6.3 مليار، لأول مرة بتاريخ العراق يحقق الاكتفاء الذاتي بصناعة الدواجن بالبيض 6.3 مليار، وبالدجاج 700,000 طن. يعني هذا إنجاز 2021. هذا إنجاز يعني مو إنجاز الحكومة ولا إنجاز أحد، عدد دعم إنجاز الناس. نسمح لي
لا 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 ما لك علاقه واش خلي اجيك هسه يعني اجيك اول شيء الدواجن مالتنا مو حكوميه اعطيني الاجازه اعطيني ايش كم معمل دواجن عندنا حكومه اسمح لي انا هو احنا دائره بحثيه ارشاديه وزاره الزراعه بس خلي اجيك احنا عندنا الروزنامه الزراعيه اللي اقرها البرلمان ومجلس الوزراء والمحافظه على الانتاج المحلي زين انا الان من قلت هذا انجاز انجاز وثم انجاز يعني شنو انه هو الان في تركيا طبقه البيض ب 3000 يوصلوها الي لهنا بينما عندهم 5.5 نتيجه الانتاج المتحقق بالعراق يعني حتى يصير اغراق سلعي والغاء كل هذه مشاريع الدواجن اللي صارت يعني. وين تركيا بخمسة ونص الطبقه 5.5 انا زرتها مو احد قال لي يعني ويوميا عندنا منحنى وصلنا ب 3000 توصل 3000 بالسوق زين ليش حتى اغراق سلعي وافشال ذني المشاريع اللي اقيمت يعني انا مسؤول عن كلام يعني وناقشها وزير الماليه باجتماع مجلس الوزراء هذا الاسبوع وشكلنا لجنه على موضوع الإغراق السلع اللي يجينا من تركيا ومن إيران سواء بمحاصيل الخضر أو بصناعة الدواجن زين. هذا إنجاز أنا ما عندي شيء ما محسوب لك ما عندي شيء مدعوم من الدولة صراحة ما محسوب لك لا اللي. لا ما محسوب لك ما أنت ما يهم الموضوع أنا أول شيء معامل الدواجن هي أهلية أنا لا أهلية أنا اللي أنا باكر هسه أهلية وساعة ساعة نفتح الاستيراد منا على حسب المصالح خلي أجيك يلا مجلس الوزراء قرر فتح الاستيراد قبل 30 يوم زين للدواجن ملزم لوزير الزراعه ان ينفذه اعترضت على القرار وتحفظت ثاني وماذا فتح القرار لغايه اليوم زين الى ان هذا الاسبوع رفعت مذكره الى مجلس الوزراء وناقشها مجلس الوزراء وشكل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشار دكتور عبد الحسين العمقي مستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووكلاء الوزارات وأقرت اللجنة بصحة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة يعني واضح لو لا يعني بإعادة النظر في موضوع الدجاج والبيض والمشاريع اللي تم إنجازها عام 2021 واللي شغلت أكثر من 600 إلى 700 ألف واحد هذا إنجاز تقول لي أنا ما عندي مشاريع دولة هو أصلاً بعد 2003 تحول النظام من اشتراكي إلى نظام اقتصاد حر إيه لا تقول لي عاد إنجاز وزارتي وإنجاز يعني من يحمي ذولا يعني من شنو شغلة الحماية اللي توفر من اللي يحميهم شنو الحماية ما شاء الله أحزاب سياسية وعدها معامل وجاي تشتغل وجاي تكون نفسها شنو فضلك عليها لا لا الأحزاب السياسية على وا يعني أنا أدعوهم على وا يدخلون بالإنتاج الزراعي على وا يدخلون بالصناعة المحلية ليش وين داخلين أصلا أنا سؤالي أنت اللي جبت أي أنت تقول على وا يدخلون ليش ما الظاهر ما داخلين تحشرني في مواضيع لا الظاهر الأحزاب ما داخلين ظاهر بالزراعة أنت تسألني تقول لي الأحزاب داخلة في صناعة الدواجن زين أنا أدعمهم لا ما قلت لك بالدواجن أنا قلت لك بالزراعة بالزراعة أنا الآن حقيقة هاي مصر دخلت الجيش المصري كله بالزراعة يعني الآن فرنسا قبل أسبوع الوزير الفرنسي دعا كل العاملين في المطاعم في كل فرنسا في العاصمة باتجاه إلى الزراعة تحقيق الأمن الغذائي إحنا الآن كزراعة عندنا تطور كبير في موضوع صناعة الدواجن في موضوع السلة الغذائية بس قل لي أكو دعم أنا ما عندي أي دعم ما نعطي أي دعم لهم لا للدواجن ولا للسلة الغذائية سوى فقط حمايتهم من التهريب والمنافذ اللي يتم التهريب من عندها ما شاء الله المنافذ الصايرة حسب المصالح إذا اليوم أنا مصلحتي تقتضي أفتح استيراد على فلان سلعة رأساً أفتحها بهامش واحد أتحدى بتوقيع واحد أتحدى يا اليوم البيت انجان عندي أتحدى إجاني واحد تعال يا به هذا توقيع أستاذ هشام إيه؟ من خلالك إيه؟ من باشرة بالوزارة لليوم أي استثناء مناطي لأي من كان لا أنت ما شغل استثناءات شغل أصولي لا لا أي أصولي إحنا عندنا روزنامة زراعية إيه؟ اي استثناء لاي شخص ماكو زين الروزنامه الزراعيه هذا مفهومه يعني اكو لجنه برئاسه الوكلاء والمدراء العامين هاي اللجنه اكو ارتفاع بالاسعار تفتح الاستيراد عام ومن كل المنافذ
عدا اقليم كردستان يعني. زين ليش فشلت بالوزاره؟ ليش فشلت انت تقول فشلت بالوزاره؟ لا ما اقول والله اني الناس أي. اللي هسه نروح انا وياك عليها الفلاحين اللي هم اصدقائي مو اصدقائك انت, انت اصدقائك يقول لك نجحت انت رجال احضري اقول لك انا مزارع ترى أنا... والتقي بعموم الفلاحين وعندي جروب على مستوى العراق كله زين. هذا الجروب منتجي الدواجن منتجي الخضار منتجي البطاطا كل منتجي العسل هذا الجروب يومي على مستوى جمعيات وفلاحين بتاريخ الوزارة ما صار هذا الجروب يوميا شكو مشكلة بالجروب يعني أنا أسمع وجهة نظر الفلاحين اسأل مجلس الوزراء اسأل البرلمان علي يعني أنا كوزير قاتلت وأديت الأمانة بشرف يعني ما مديت يدي على المال العام أديت واجبي بشكل سليم دافعت عن المزارعين والفلاحين بضراوة وهاي الموازنة اللي راح تجي بميزانية الطوارئ دليل على أنه سعي إلى دعم قطاع الزراعة. أنت فشلت الزراعة بالعراق وأفشلت الزراعة بالعراق أنت أسأت للمزارع العراقي وهذا مو الحكي اللي أنت جاي تحكيه المزارعين هسه تقول علي احضري اي طبعا اروح انا وياك بجوله على المناطق الريفيه وعلى الزراعيه هسه وخسمعك اللي راح يحجوها انا راح انطي ما لي علاقه انا راح انطي بالصماخات اللي جاي تجيك ما اسمح ويقول لك يقول لك يمسحون اشتافات ابد احنا الان اذا نريد اذا نريد نحكي الحق الحق المزارع انت دمرت العكس انت تحكي استاذ هشام انا انطيك الفيديوهات اللي من اروح هوسات خبلونا بيها يعني المزارعين والفلاحين في كل بشهود المحافظين محافظ المثنى لا تفوتني من باب المهاويل لا 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 هاي مزارعين وجمعيات بس خليني اقول لك مزارعين وجمعيات انت تقول لي جاك شخص تاجر او فلاح متضرر من عملية معينة قل لي على مجموع المزارعين والفلاحين الممثل الحقيقي للفلاحين من هو الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية اسأل مزان. الاتحاد العام أقبل بتقييمهم إذا يقولون فاشل باشر استقيل من الوزارة مزان. الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية اللي هو الممثل الحقيقي للفلاحين بالعراق حلو اسأل أنت عد كلمتك أنت عد كلمتك إذا قالوا الاتحاد أنا أتقدم وزير الزراعة وزير فاشل تقدم استقالتي ثاني يوم لعد ليش من وبخك الكاظمي ما قدمت استقالتك شي وبخني في مجلس الوزراء أول وزير يوبخ في تاريخ مجلس الوزراء هذا شرف إلي أه والله العظيم شلون لأن أنا القرار اللي اتخذه مجلس الوزراء وبخني على عدم تنفيذه والدليل أنه ما تنفذ وتراجع القرار مجلس الوزراء سوى مجلس قرار جديد وشكل لجنة بإعادة النظر دليل على صحة إجراء يعني توبيخ يعني صحة إجراء ما صار هاي شرف إلي هذا ما صار توبيخ على صحة إجراء لا هو الرجل دولة الرئيس في بداية الاجتماع اتكلم انه ليش وزير الزراعة مدى ينفذ قرارات مجلس الوزراء ليش ما جاء تنفذها لان يتخالف مع قانون حماية المنتج اللي هو ولذلك انا من كتبت الى مجلس الوزراء وقعد وزير المالية ناقش الموضوع شكل لجنة برئاسة مستشار رئيس الوزراء والتوصيات باجمعها مثل ما كانت توصيات الوزارة والحالة المجلس الوزراء الاقتصاد هذا التوبيخ شرف الي له ادق تحية وانفذ القرار يعني يعني التوبيخ اللي وجهه الكاظمي شرف شرف لي طبعا شرف شرف وهو من اخ عزيز وصديق يعني تصالحت الظاهر اي طبعا لا هو من الاول انا شو من الاول صار لكم شهر ما تتحاجون لا شنو لا اكو زعله بسيطه من مسؤول على وزير يعني أه؟ من رئيس على وزير وحقه يعني زين ما اجل انت ورا اللي صار مجلس الوزراء ما فكرت انه انا اقدم استقالتي واروح لا ليش رئيس وزراء عليه ضغط عام بالشارع نتيجة ارتفاع الأسعار حصل خطأ في الوزارة الخطأ يفترض إحنا الطماطة نفتحها 1/15/4 هذا الخطأ نتيجة اللجنة وشكلنا لجنة تحقيقية على مدير عام التخطيط والمعنيين فرق 5 أيام أما البقية ما لها علاقة فحقيقة إذن هذا الخطأ هنا الخلل لا مو الخلل الخلل على عموم القرار صناعة الدواجن يحتاج لها دراسة يعني زين انخسر عليها مئات المليارات مال تجي الآن تفتح السيرات بدون دراسة بدون ما تحدد الكلفة ما معناه انهيار قطاع الزراعة وأنا راح أكون مسؤول عليها التوبيخ اللي صار أنه سببه لأن قرارات مجلس الوزراء كانت خاطئة وأنت قرارك صحيح لا ما هكذا لا شنو قرار مجلس الوزراء بفتح الاستيراد فتح السيرات العالم كتلة جوع صحيح شنو وأنا معه
بعد وين الاكتفاء الذاتي؟ عدم صناعة الدجاج. أنا صناعة الدجاج اعترضت عليها، قلت عندي اكتفاء ذاتي والدليل أني سادي الاستيراد صار لي سنة ونص. زين. وهذا سعر الآن، يعني سعر الآن الطبقة البيض ب 4000. زين. بأنقرة وفي مصر وفي الأردن ب 5.5. لا أرجع القرار. لا هو هذا، يعني أنا من طبقة البيض بأربعة عندي وبخمسة ونص من أفتح الاستيراد وأسوي أغراق سلعي وأفشل مشاريع الدواجن، هذا مسؤوليتي أنا، مسؤول على الوزارة يعني. زين. أنا أتحمل مسؤولية الوزارة، أنا أتحمل مسؤولية القرار يعني. زين. ولذلك أنا مو أريد أتمرد على مجلس الوزراء أبدا، أنا أريد أعطي صورة أنه هاي الوزارة مهنية، موضوع القرار به يجب أن يدرس من قبل مستشارين قبل ما يصدر القرار. مع الوزير أنت هسه لا جاي ترضى نقول توبيخ بسبب أنه ما مشيت القرارات مجلس الوزراء، ولا جاي ترضى نقول قرارات مجلس الوزراء خاطئة، ولا جاي ترضى نقول قراراته خاطئة. صوج منه؟ صوج بينا؟ صوج بيه. بيك؟ بيه طبعا. شون؟ الصوج بيه، المفروض أني أنفذ قرار مجلس الوزراء. إيه؟ انت اللي تريده يعني. لا هو انا اللي اردس انت تريدني هالشكل. ما جاي تريدني. إيه؟ انت تريدني اجاوبك هالشكل يعني. لا انا اللي اردي اذا تجاوبني جاوبني الحقيقه. استاذ هشام، اذا كان اكو خلل قلك خلل. استاذ هشام، العلاقه بيني وبين دوله رئيس الوزراء عاليه جدا، لا دخول لها من زمن مبخوت. هي لا طبعا. ايه ادري. فعمليا الزعل من حبيب، الزعل من اخ كبير، الزعل من حرص على المسؤوليه. زين. أنا كذلك يعني، وأيضاً يعاملني كذلك. أنا ما عندي مصلحة شخصية بهذا الجانب حتى يزعل علي، أو عندي تقصير بهذا الجانب حتى يزعل علي ويبقى زعلان يعني. زين. هذا الموضوع تم حسمه فنياً وعلمياً وبشهادة وزير المالية، فعملياً حسم الموضوع هذا. طيب. اترك الموضوع، راح أغير الموضوع أحسن لك يعني. اترك الموضوع على شنو؟ اترك الموضوع على أنا مسوي لك إياه، أنا مسوي لك إياه، بيناتكم مشاكل جاي تسووها، ما فكرت إنه أنا أقدم استقالة؟ أعتبره من جوانب الفشل. لا ليش ما أقدم استقالة والله؟ أعتبره لا ما فكرت بيها؟ أعتبره هذا من جوانب الفشل. أنا هسه أنا أقعد مجلس وزراء كوزير. نعم. وأوبخ على فت قضية، يفي لك الله، الاستقالة بجيبي، أعطها على الميز يم رئيس الوزراء. تقول له في مال لا اشوفك بخير. لا ما تقدر تسويها. انا ما اسويها لها. ها حلو الوزاره هذا ابدا. لا مو حلو الوزير. هذا شرف الوزير. حلو ابدا. انا اصلا يعرفون مجلس الوزراء تماما. ايه. انا غير متمسك بالمنصب قطعا، ولا يوم من الايام مفكر بالتجديد يشهد الله. هذا الموضوع حاسب اني. ايه. فعمليا انا اديت واجبي واديت اليمين بما يرضي الله. بما يرضي الله طبعا. أبد لا تدوخ ولا تتعب يعني. وبعد ما حد يجدد لك؟ مو ما حد يجدد، أنا مطلب التجديد، لو فرضت علي سما أطلب التجديد. هاي هذا هاي كلمة. كلام شرف. كلام شرف. كلام شرف. ما ترجع لوزارة الزراعة؟ لا مستحيل. ولا أي وزارة؟ ولا أي وزارة. خلاص. خلاص تمام. آه. الأمور طيبة لازم. لا مو طيبة. آه. أنا فرصتي أخذتها يعني. زين. أنت مو تقول فاشل. لا أنا ما أقول، أنا مو كلام يعني تقول كلام المزارعين يقولون فلاحين يعني. أي. أنا أديت واجبي في هاي السنتين يعني. أي. والحقيقة المسؤولية في هذا الوقت يعني أذية على المسؤول وعلى أهله وعلى حمولته وعلى عشيرته. شلون؟ لأنه ما طول ماكو توافق سياسي ما بين الحكومة والبرلمان وبين الحكومة والقوى السياسية، يكون ضحيتها الوزير يعني. فمبدئيا ما يقدر يؤدي اللي عليه. وانت تعتقد نفسك ضحية؟ الفشل مثل ما تفضلت. ايه؟ يكون الفشل على الوزير. وطبعا أنا هسه عيه. ايه؟ مستحقات ماكو قال وزير الزراعة. ايه؟ مي ماكو قال وزير الزراعة. دعم أسمدة وبذور قال وزير الزراعة. هذني كلهن واجبات وزير المالية وزير الري وزير التجارة، حقهم حقهم. وأنا يعرف مجلس الوزراء. أنا مقاتل من يوم ما بشرت بالمجلس الوزراء إلى اليوم. زين. ما ساكت عن حق المزارعين والفلاحين وعن حق وزارة الزراعة. ولذلك أنا مدى أقول لك ما جدي اعتبرتها غلطة حياتي هذا يعني. غلطة حياتك أنه أنت طبعاً. صرت وزير طبعاً. متندم عليها؟ متندم عليها كثيرا. لأن ما قدرت تقدم شيء؟ لا قدمت بس ما جتني الفرصة، لأنه جتي سنة 21 سنة يعني ما صايره بتاريخ العراق. زين. وبتاريخ وزارة الزراعة انه من 700 مليار ينطوها 160 مليار يعني. زين. هاي السنه انا متوقع من خلال ميزانيه الطوارئ اللي قعدت ويا اللجنه الماليه
إن شاء الله هذا الموضوع يحسم وخصصوا لي أكثر من 1,400,000,000 لإعادة الحياة للقطاع الزراعي. زين، هذا سأل على موضوع المنافذ الحدودية. نعم. شفت الهوسة اللي صارت العالم كتلها جوع بالشلامشة. بالشلامشة هاي شنو سببها؟ من سببها؟ أنا سببها يعني. أنت سببها؟ أي أيوة والله أنا سببها. اعتراف؟ إيه لا طبعا. هاي العالم اللي كتلها جوع أنت سببها؟ لا لا مو كتلها جوع، ما جاي أقول لك العالم كتلها جوع. لا 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 لا، السبب سألني على الشلامشة. إيه؟ شلامشة الخطأ اللي حصل 15 يوم من فتح استيراد الطماطم وعاقبت المدير التخطيط، شكلت لجنة تحقيق. يعني احنا عندنا روزنامة زراعية وهو سبب عدم فتح الاستيراد لانه الطماطة هي انتاج البصرة، 600,000 طن تنتج زبير من 1.1 إلى 1.4 حماية لإنتاج مزارعي الطماطة. وأنتم على قناة الشرقية الآن طلعتوه من مزارع الطماطة، من شالوا الطماطة وذبوها بالشارع. أنا القرار لحماية مزارعي البصرة، بس إجا يوم رمضان ارتفعت الأسعار، مؤشرات الزيادة بالأسعار يفترض نفتحها قبل 10 أيام من ما تزيد، فما صبروا علينا العالم. يعني إحنا ما نعطين يعني حقيقة أي إجازة، هم قالوا إحنا على أساس فاتحين من كردستان، قطعيا ما صار هذا الموضوع. الإجازات منحت ثاني يوم، اتصلت بالسيد المحافظ قلت له أعطي إجازات من يمك وأنا موافق يعني من المنفذ مال الشلامتة، وأني إجازات اللي دا أمنحها بالروزنامة الزراعية للمنافذ الرسمية، غير الرسمية ما نعطي أي إجازة وأنا مسؤول عليها. يعني يعني هسه الخيل اللي صار كل عندنا وهاي اللي تظاهرات. لا لا بس طلعت تظاهرات مال الطماطة يعني. أي مو هي شيء مرتبط بشيء. لا لا تعرف أنت بس مال الطماطة يعني. أي بعد اسمها الطماطة، هي مال الطماطة صعدت من هنا، جرت الأمور إلى موضوع منفذ الشلامشة، صارت تظاهرات. هو لا لا هو أي شيء جر شيء، هو قرار. لا لا هو قرار. لا لا العملية حركة تجار يعني. حركة تجار. تمام. من تجار حركة؟ تجار موجودين بالبصرة معروفين إنه يعني. أي. شنو سببها؟ طببوها بلا إجازة يعني، وعملية كانت يعني دغدغت مشاعر الناس يعني، وهي حقيقة تقصيرنا احنا، تقصير الوزارة انه تفتح الاستيراد يوم 1/4 ما تصير هاي الزيادة بأسعار الطماطة. ليش ما فتحتوها؟ والطماطة تعتبر ليش ما فتحتوها؟ يعني سلة صراحة، ليش ما فتحتوها؟ صار تقصير والله. لا مو تقصير، تقصير. كم شخص دخل على هذا الملف؟ مثلا يعني صارت ضغوطات، صارت مثلا إجابات. مثلا يعني شلون هو احنا فتح الاستيراد شنو المعنى يعني؟ يعني انت مفاتح من المستفيد؟ مفاتح مضرر التاجر، انتم مضررين. لا من المضرر يعني؟ من ما تفتح استيراد من الفلاح لو التاجر؟ لا تاجر عاشت ايدك، تاجر مضرر، التاجر. اذا ماكو فائده للوزير به، ماكو فائده للوزير من غلق الاستيراد نهائيا، بس عمليه توقيتات لا اكثر ولا اقل. توقيتات، توقيتات في عمليه فتح الاستيراد. خل اجوياك نحشيها طق بطق ما يخص الشارع، متهكم ان هناك يعني جهات متنفذه ومستفيده هي اللي جايه تلعب بالسوق وبتواطؤ من وزير الزراعه فعلا. أتحدى. هذا الكلام اتحدى مستحيل يعني. هو جاي يصير بالسوق هاي هاي تصاعد الاسعار، تنزيل بالاسعار، غلق الاستيراد، فتح الاستيراد. لا 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 شغله الفاشل، احكي لي بالمنطقيات. المنطق فتح الاستيراد، غلق الاستيراد، منا صعد السعر الطماطه، منا نزل سعر الطماطه، منا البيض، البيض خاب صاير دولار. لا لا هاي مو هذا، هذا مو مفهوم، هذا مو قرار وزير اصلا. يعني قرار هيئه راي بالوزير. لا ارجع للسؤال، ارجع للسؤال. نعم. يقول لك اكو جهات متنفذه مستفيده ومتواطئه من الوزير. هاي الجهات غير تفتح السيرات، غير تستفيد من اجازه انا ما نعطي. قلت لك من باشرة لليوم ما نعطي، وأتحمل مسؤولية كلامي. زين. لا أي جهة ولا حزب ولا متنفذ أي واحد ما نعطي أي إجازة استيرادية، من يفتح يفتح للكل يعني. أتحمل مسؤولية كلامي. تتحمل مسؤولية. أتحمله من باشرة إلى اليوم، لا حزب لا جهة سياسية لا متنفذ ولا أي واحد، ومهما يكون يعني ما أعطي أي إجازة. قسم الاستيراد هو اللي يعطي. ها؟ قسم الاستيراد هو اللي يعطي. ما يقدر. إلا لجنة خماسية ووزير، مستحيل. ما عنده أي صلاحية واحد، لأنه راح يروح لقيادة العمليات وراح يروح إلى وزارة التجارة. زين. فمو مال يعني كتاب مضموم، هذا قرار لجنة خماسية وقرار هيئة ري بالوزارة ويصادق على الوزير يعني. خلينا نجي ملف الحنطة، باعتبار أنه ما بقت لنا هواية من الوقت. ملف الحنطة ستعرف أزمة عالمية ومجاعة راح تصير بالعالم، يعني إذا استمرت الأوضاع في أوكرانيا وروسيا وتطورت إلى لا سامح الله إلى غير أمور،
قد تحصل مجاعة بالعالم. هنا نحن العراق شنو موقفنا؟ ما عندنا غير محصول يكفينا شهرين، لو استقال صار شهر. هاي سأل وزير التجارة. زين. سألني إلي. إلك أبو زراعة. الجاي نزرعة. لا سألني على من الغذائي. أي. العراق سنة 2020 5 مليون طن و300 صح صحيح. صحيح. هذا بوقتي لو مو بوقتي فاشل يعني عام 21 3 مليون ونص طن يعني هم فاشل يعني ومع تخفيض 50% بالخطة الزراعية يعني والسنة إن شاء الله نعبر 3 مليون طن مع 25% من 50% من الخطة الزراعية. ايش قد نحتاج؟ احنا نحتاج 4 مليون طن زين اكتفاء. العراق ثاني بلد بالشرق الأوسط في إنتاج الحبوب بس يراد دعم يعني أنا الآن بدي أركز أنه يفترض على البرلمان واللجنة المالية والآن إن شاء الله الحنطماتنا جاي نصدرها؟ الحنطماتنا جاي نصدرها؟ لا الآن بدي أقول لك على تحقيق الاكتفاء الذاتي. تحقيق الاكتفاء الذاتي شو يحتاج؟ شنو اللي يحتاجه؟ يحتاج دعم أسمدة ودعم مبيدات ودعم أسعار. هذا من مين يجن؟ يجن من اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء وإن شاء الله قانون الطوارئ هذا جاينا واستقبلون اللجنة المالية وانطوني كل الدعم اللي أريده. فاشل كان ما ينطون الدعم يعني كان يقول عوف الوزارة ما تكوطلع طون تريليون وستمية تاريخ وزارة الزراعة ما ينطون هذا المبلغ لأول مرة واضح لو لا مبخوت أنا لو ما مبخوت ما شاء الله خل أقول لك يعني ما شاء اثنين الأمن الغذائي ما عنده أمن غذائي ما عنده أمن مجتمع. وين راح تودي تريليون؟ شلون قسمهن؟ أغلبها راح تروح إن شاء الله للجنوبية. شلون يعني؟ بس خلي تصير على رسالة لهم. يعني هسه وفق التخطيط المبدئي. نعم. التريليون وستمية. نعم. اللي ما قانون الطوارئ. ما قانون الطوارئ. وين راح تودوهن عمي؟ هذا المقسمات دزوا اللجنة المالية على باب. موضوع دعم البذور. زين. 94 مليار. هذا دعم البذور حسب المسجل والأساس. زين. موضوع دعم الأسمدة الداب واليوريا هذا أهم فقرة اللي السنة إحنا 2021 ما قدرنا ننطي كيلو واحد مدعوم. زين. وهذا أساسيات الميذب أسمدة ما يطلع إنتاج يعني 400 مليار راح تروح إلى الأسمدة الجنوبية لأنه إحنا معاملنا متوقفة ماكو دعم. زين. معامل زبير اللي هو ممكن بدل ما أستورد أسمدة من الخارج. أدعم بها الأسمدة الجنوبية وراح تنطيني أسمدة وراح أوفرها للمزارع اللي يتحقق 50% من الإنتاج أعلاف. أنا الآن البلد الوحيد ما عنده استراتيجية لخزين استراتيجي للأعلاف والآن أنا عندي ثروة حيوانية بحدود 8 مليون أغنام عندي 6 مليون أبقار عندي بقية صناعة الدواجن يفترض أيضا راح يصير بها استيراد أعلاف لدعم منتجي الدواجن هذا مهم جدا يعني حتى ممكن أقلل الكلفة وأقلل سعر الطبقة أو سعر الكيلو الدجاج يعني هاي في حالة إذا أجاك التريليون لا حس الآن ما يحتاج ها. الآن الإنتاج مكتفي وسعره أفضل من سعر البلدان المجاورة هذا هو ما يخص الدواجن صناعة الدواجن الدواجن نوفني من الدواجن هسه عالم ما تظل تأكل بس بياض ودجاج بياض ودجاج بياض ودجاج شنو تريد يعني عامل عالم تريد طماطة تريد خيار تريد باذنجان الآن بس أخدمك أنتوا الحضرية سولفون بصف الجاون أنا الآن منين؟ بس أخذ منين قضيت حياتك ببغداد بس أخذ رحت لك سنتين بديا لمدري وين صرت لوزارة يا معالي الوزير يا بعد روحي أنت قضيتها ببغداد حياتك كلها ببغداد رايح لك شوية إن أنا شوية من أنا صرت مزارة أخذ السي في زين يعني والله ما قاري للسي في زين يعني لا قاري بس راح أشطب من عنده في الشغل ما تقدر لا راح أشطب من عنده شغل لأنه هذا السي في معلوم عند كل العالم لا راح أشطب من عنده شغل المهم أقول لك في الشغل موضوع الأمن الغذائي مو بس خضر يعني ولا بس صناعة دواجن حبوب أمن غذائي للسلة الغذائية صناعة دواجن أمن مائي سوينا استراتيجية للأمن الغذائي لأول مرة بتاريخ الوزارة واللي فاشل أنت مع الأمن القومي وست وزارات 22-30 أول مرة تضع استراتيجية للأمن الغذائي وضعناها ويا مستشارية الأمن القومي وراحت إلى مجلس الوزراء لأول مرة نسوي بطاقة زراعية اللي هي راح تكون الإحصاء الزراعي لكل ما موجود بالعراق سواء على شبيه بالإحصاء مال وزارة التخطيط والبرنامج حيبدأ هذا يعني هذني شو يسوون راح ينطيك الخارطة الزراعية بالعراق أكو محصول ما يحتاج عني كلفته عالية ما يحتاج أروح أزرعه
المفروض أنا أروح مو أعاقب المواطن ولا أروح أعاقب الفقير تحت يعني حماية المنتج، لا أنا يفترى أروح أنتج المحاصيل اللي كلفتها تكون أقل من الدول المجاورة. طيب. حتى أركز عليها ولذلك الأمن الغذائي يكون هكذا يعني. مع الوزير، منصب مدير الاستيرادات في الوزارة ما بيمنصب، هو شعبة. أي. مدير شعبه بياكلها البلا. لا ما من جيت اليوم ما بيها مشكلة أبدا. شلون؟ أنا مسؤول عليها. شلون؟ لأن إحنا أنت من جيت متغير المدير الشعبة ولا لا؟ تغيرت كل. أي ليش غيرت مدير شعبة استيرادات؟ غيرت الكل. أستغل لعب استيرادات ليش غيرت؟ لا أنا خطة وزير. أي وياك. أنا خطة وزير. وياك على عين وراس. بس أنا طوب هسه اليوم القناة. نعم. هذا بالكاميرا لازم أبطله وأجيب واحد بداله لو أجي أشوف شلونه ما شلونه. أنا مدير عام بالوزارة صار لي 7 سنوات مدير عام أراضي. زين. وعضو هيئة رأي. إيه. بالتأكيد عنده مؤشرات على عمل الوزارة يعني. وكل وزير عنده ملاحظات معينة يعني. أنا من جيت وضعت خطة حتى أتحمل مسؤوليتها. من أقول أكو فساد أنا أتحمل مسؤوليتي يعني. فلذلك من جيت أول ما بديت بالاستيراد بمدير عام التخطيط بالمفاصل الأساسية اللي تخص سمعتي يعني. هل فعلا أنه أسماء معينة تقاسمت منصب مدير الاستيرادات نعم في الوزارة وبعلم الوزير تتم استثناءات ودفع عمولات مقابل هذه الاستثناءات؟ أتحدى. هل فعلا أن الوزير مسؤول عن خراب القطاع الزراعي الذي ورثه منتعشا من حكومة عادل عبد المهدي؟ أنا مسؤول. هل فعلا أن الوزير مسؤول عن خراب القطاع الزراعي؟ أنا مسؤول على نجاحه إن شاء الله. نجاحه، ولكن مسؤول عن التقصير الذي حصل في منفذ الشنامشة، ومسؤول عن التقصير الذي حصل في مجلس الوزراء بعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء. أنا مسؤول. تمام. اتهامات بأن السيد الوزير قد وضع يد على بعض الأراضي الزراعية قبل استيزاره، ومن استوزر قام يصرف بها بكيفه. من خلالك. يعني. أيه. أتحدى من تاريخ مباشرتي ب. وزارة الزراعة إلى اليوم إلى باسمي أو حد أقرب حد العاشر دونم واحد بالعراق دونم واحد بالعراق. إذن يعني ليش غابت؟ أنا مدير عام أراضي 7 سنوات يعني زين. ووزير سنتين. أتحدى لأن قوانين الإصلاح الزراعي ماكو يسمح للوزير أو رئيس الوزراء إلا بالمزايدة العلنية. أي تخصيص ما له صلاحية يعني، لو استثمار بالفرصة الاستثمارية لو مزايدة. بتدي هذا الكلام الناس بتعرف التشريعات، الأراضي الزراعية ما تؤجر إلا بالمزايدة، فما عنده صلاحية الوزير. إذن السؤال آخر، ليش غابت طائرات الزراعة عن العمل وإحنا بمس الحاجة إلها؟ ما العلاقة بالحديث اللي طرحته سابقا؟ ليش ما توجهت إليه حاليا حتى على أقل تقدير نرجع؟ وصلنا لمراحل نهائية. وين يا طائرات؟ أي طائرات هذه؟ نفسها 7 طائرات نفسها وحولنا المبلغ مالها ووصلنا إلى الشركات اللي راح تصلح وحلنا الموضوع المجلس الوزراء وحال لجنة النزاهة والآن في طور التصليح يعني. والآن استخدمنا طيران الجيش باستخدام المكافحة الجوية للحشرات يعني. للحشرات طبعا يعني، لأنه احنا عندنا موضوع الطائرات إن شاء الله قريبا جدا يحسم يعني وحسم يعني. تمام. إذا أنت تنفي أنه يكون أكو أي شك أو شائبة تدور أو أي كلام يدور على قسم الاستيرادات بوزارة الزراعة. تمام. ومستحيل الشعبة شائبة هذا الملف أو هذا هذه الشعبة مستحيل ما نخليها يعني. لا مو لو هي أكو لو هي ماكو مثلاً وما عنده شيء ما مخلي له شيء حتى يصير بيه شائبة. ليش مخيلة؟ كنا يهمك؟ ماكو شيء، لأنه إحنا الخمسة الوكلاء والمدراء العامين هم مسؤولين على فتح الاستيراد، فمن يفتح الاستيراد ما يروح الشخص، يروح لعامة الناس يعني. زين، البيض واللبن الإيراني والتركي والسعودي ما توقفت، موجودة بالعراق، شلون قطعت الاستيراد؟ أنا ما قاطع الاستيراد. أه؟ لا أنا وانت هسه وقلت. لا اسمحني. أه؟ أنا أكو الإجازة الاستيرادية. إجازة الاستيرادية. أكو فرق. أي أكو قاطع استيراد. إجازة استيرادية. إجازة على الإجازة. اللغة الزراعية لازم شوية تتعلمها. يعني. بالإجازة الاستيرادية. الإجازة. لا أنا وياك أتعلم كل شيء. إيه عاشت. والله. وفوق روزنامة زراعية. وياك. هاي الروزنامة. خبرة ما شاء الله. هاي الروزنامة. بيها انحسار بالإنتاج ينفتح. زين. بيها وفرة بالإنتاج يتوقف. هذا هو قانونها يعني. الإجازة الاستيرادية ما من أحد شيء. ما ابدا. بس اللي كان ممنوع عادي طب شلون مثلا اللي سابقا عنده اجازه استيراديه؟ لا مستحيل. مدتها موجوده ثابته ثابته ثابته. بعد هذا الموجود بالسوق منين؟ تهريب.
تهريب؟ طبعاً. لعدي جهة تسمح به؟ أنا أسمح بالتهريب. معان مسؤول على ملف الأمن الغذائي؟ لا، أنا مسؤول على التهريب. لا، أنت مسؤول على ملف الأمن الغذائي. هل هذا أمن غذائي يدخل له أمن غذائي؟ أنا طالع للسيطرات. إيه؟ أنا شخصياً هو مو واجب يعني. يعرفون سيطرة التاجي والحسينية، سيطرة الشعاب، سيطرة الغالبية، يعرفون. أنا أطلع ساعة واحدة بالليل يعني أفتش على السيطرات يعني. بس هذا موضوع امنع المخدرات، امنع بعض المسائل. التهريب موجود في كل دول العالم يعني، مو بس بالعراق يعني. بس قل لي التهريب على مستوى صناعة الدواجن، على مستوى ما أعتقد لو أكو تهريب كان ينزل السعر تماماً يعني. هسه هذا بالسوق شنو؟ شنو مثلاً؟ هذا بالسوق شنو؟ قليل جداً. ما يتناسب ويا قبل سنتين. يعني عندنا تهريب مسموح به لأنه لا مو مسموح يعني. أكو تهريب من منافذ غير رسمية. هذا الموضوع مو مسؤوليتي. من جاي يجينا؟ مسؤول الجهات. من جاي يجينا؟ من عدة منافذ. مثلاً؟ ما أعرفه والله. أمانة الله ما أعرفه. لا صحيح. بس أنا يعني أعرف أكو تهريب من منافذ غير رسمية، مو منافذ رسمية. يعني. تمام. لذلك خلص الوقت وياك معالي الوزير. أنا أشكرك شكر جزيل على كل ما تفضلت به ولسعة صدرك. شكرا لحضورك ويانا. أنت مبدع في كل شيء يعني. الوزير ومبدع في الاتهامات يعني. لا، اتهامات الناس. نعم طبعا. نحن نسأل ما نريد وفق ما يشوف الناس، وأنت تجيب كما تريد، وما شاء الله جاوبت براحتك اليوم. الله يسلمك. تمام. وبالتالي خلت الله الفلاح اللي جاي يوجه لك اتهامات. يا ريت تزورهم. يا ريت تزورهم. لأن هم دول جاي يوجه لك اتهامات. حبيبك. إحنا ما عندنا ترى أراضي ونزرع بيها. لا طبعا. دولك اللي جاي يزرعون. صحيح. شكرا جزيلا لك معالي الوزير. شكرا جزيلا. نعم. مرحبا بكم من جديد، وجدت ترحيبي السيد رائد فهمي سكرتير لجنة المركزية في الحزب الشيوعي العراقي. حياك الله السيد رائد. أهلا وسهلا. يمكن خلينا نحكي على ما آلت إليه الأمور الآن بعد مضي تقريبا 6 أشهر أو 7 أشهر احنا مضينا بها. نعم. الأمور راكدة على نفس التفاصيل نفس هذا. أكو صارت يمكن بالأيام القليلة الماضية تظاهرات، خرجت واحدة بالفردوس، خرجت واحدة ببعض المناطق. هاي نقدر نتوقع من خلالها أنه هي بداية لثورة شعبية قد تنطلق بعد رمضان، حتى أنه تضغط على الكتل السياسية يستعجلون موضوع تشكيل الحكومة. أنا تحياتي لكم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني هي مثل ما تفضلت الأزمة صارت 6 أشهر ومستمرة بدون أي مؤشرات لتحسن. الظروف التي أحاطت بانتفاضة تشرين وما بعدها للأسف قائمة إذا ما في جانب منها تدهورت، يعني ما يتعلق بظروف المعاشية أولا، واثنين بالمطالب اللي كانت سواء المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بكل جوانبها، الفقر، البطالة، الخدمات إلى آخره. وبالتالي خلت تقول لي أنه اليوم عنصر الاحتجاج أيضا لم ينقطع، رغم أنه لم يبقى بالمستوى اللي كان ب 2019-2020، لكن أنت تلاحظ ماكو يوم إذا ماكو عملية احتجاجية بالمحافظات، لكن ذات طبيعة قطاعية مطلوبية بها. هذه المؤشر هذه مع انتخابات الأخيرة مظاهرات أولا صارت في عدة محافظات، مو محافظة واحدة، وشملت قطاع واسع متنوع، وكل محافظة لخصوصيتها يعني كانت. صحيح. فإحنا نريد نقول ما نقدر، صعبة تقول إنه هذه حتى تتطور وتنمو إلى آخره، ما أقدر يعني ما عندنا تنبؤ حصير. بس أنت تقول لي إنه هذه الأمور في ظل هذه الاستعصاءات والانسدادات وعدم الاهتمام بأمور الناس، إنه هذا الغضب، والغضب قائم وعدم الرضا وهذا قائم واللي هو واسع ومتعمق. واليوم أنا أقول لك يا المواطن بعد ما عاد يتأمل شيء مما تخرج به الحكومة. إذن هي متنبؤات، هي قراءات، إنه بالتالي استمرار الانسداد راح يولد ثورة، يولد يعني يولد احتجاجات متصاعدة وممكن تأخذ ضغط مدايات أخرى. وبالتالي وفق قراءتك يعني هسه بعيدا عن موضوع ملف الاحتجاجات، وفق قراءة سياسية إحنا يعني فعلا راح تصير انفراجة بعد مهلة السيد الصدر اللي طاها لحد 9 شوال. لو هاي بعد 9 شوال راح يزيد الطين بلة. شوفوا حسب ما يرشح من المعلومات والتحركات أنه اليوم دخلت على الخط حتى العامل الإقليمي دخل بقوة أكثر وبشكل منسق.
يعني مو بس طرف إيراني، خلينا نقول يبدو طرف أخرى أيضا دخلت وبطريقة متناسقة وليس متقاطعة. شو يريدون؟ يعني التعجيل في إخراج، في إيجاد حلول ما، والضغط على كل من إلى الجهات القريبة منه باتجاه إلى إيجاد توافقات. هاي زينة، هسه خلينا نقول الزين والميز من يازا، لهم زينة جوز. لا زينة محصلة. خلينا نقول ثمارها إن زينة. يعني أنا بدي أقول كالتالي، إذا كان الحديث إنه تشكيل حكومة، هو جيد تشكيل حكومة، بس هو المطلوب أيضا يا حكومة وش راح أسوي. إذا كان تشكيل الحكومة وفق نفخ الأسس التي قامت عليها الحكومات السابقة، فمعناته استمرار الأزمة، وهذا الشيء اللي حكيناه حيستمر. أما إذا صار بحكومة بوادر تحلحل بالموضوع تغيير، فإذا بهيك حالة نقول خوش، هذا بشوي إصغاء لمطالب الناس ولمتطلبات التغيير. بس بهيك حالة إحنا نقول سواء للتحالف الثلاثي أو كل يدعو التغيير، إنه يابد يقول لنا بالضبط شو تريدون تسوون. يعني أنا أسمع السيد، سمعت السيد اقتصادي يقول نعم، بس أنا ما أسمع الآخرين شو يسوون. فإذا الحديث إذا كان تغيير يصير بهذا الاتجاه، وأنا أشك يصير بهذا الاتجاه لسبب بسيط، لأنه مو الأطراف كلها تحتاج ذلك. الاحتمال الأكثر أنه إذا أراد يصير اتفاق، ودائما نخلي شرطية، فحيصير فشي بين يعني بيشي من شيء مو نسخة طبق الأسرع السابق، لكن الجوهر قد لا يختلف كثيرا عن السابق. زين سيد رائد، يمكن هسه أنت حالك حال واقف على الأعراف، واقف على التل، جاي ينظر، تمام، لا من ذول ولا من ذول، لو إلا معلوماتي خاطئة وصرت واحد من ذول. لا من ذول. خطنا. كل زيادة. بالتالي واقف على عرف عتل، جاي يشوف المشهد. المشهد منو سبب هذا الانسداد؟ الإطار لو التيار؟ صراحة. أولاً إحنا مو واقفين عتل، إحنا مو مستقلين عنهم، بس مو عتل لأن عندنا. لا الواقف عتل حتى يراقب. إيه لا مو حتى واقف عتل، ما له علاقة. متفاعلين، يراقب ومتفاعل. بس ما لك علاقة. لا ما علاقة بالاصطفافات. إيه صحيح، ما له علاقة بالاصطفاف. اثنين، الانسداد السياسي، شو نقول، التعطيل، خلينا نسميه التعطيل، يعني يبدو لي انه يعني جماعه الاطار مقاطعين هم لاعبين دور اساسي بها. زين، هم ما اعتقد انه كرو يعني، ها، بس هم يبرروه انه المكون ومدري ايش. هسه هذا التبرير قد يجد البعض معقول وما معقول، احنا بالنسبه لنا ما نعتقده مقبول. يعني ما نعتقده مقبول انه انا اكو عندي جهه تريد تستفرد بالقرار بحدها، وانا شنو اضل ابوا عليها؟ هذه تستفرد مواجهه قوى، شو القصه؟ لا انا شو تريدني ابوا عليها؟ لا 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 تعطل، انا اقول هم ما عطلوا، انا خلينا نميز بين قضيتين. هو عطل، هسه تقول لي انت تعطيل هذا مبرر، هاي ممكن، ها؟ زين. بس انت سالتني من السبب على التعطيل؟ هم سبب. اوكي ساعتين من هم سبب على التعطيل. ساعتين من هم سبب على التعطيل، اذا هاي من تي منها. هسه هل هو مبرر؟ انا برايي الاسباب اللي هم اللي ذكروها واللي يقولوها انه الطرف اللي يستفرد، خوش هذا الطرف يستفرد بقوته البرلمانيه، مو بقوته البرلمانيه، وهاي الانتخابات تقول احنا بنيناها سويه ب 2003 2004 احنا مو قلنا ما نريد نكرر، ما هو لعد الناس طلعات وقالت وتقلت، هم نفسهم كانوا يقولون لازم نعرف من المسؤول عن النجاح، من نعرف المسؤول عن الفشل. كانوا يقولون قبل الانتخابات، بس هذا وجهة نظر، يقول لك شان قد سويتوها قبل الانتخابات، رحتوا باصطفافات وطنية وطولية وشكلتوها ودخلنا بقائمتين، عمي بثلاث قوائم، عمي بأربعة، كل ما سوى تمام. بس هذا الحج انتم خلق كل واحد دخل بجهة، وهسه تريدون تتجمعون علينا احنا؟ ادري هسه خوش، هسه هذا صراع سياسي على عين وراس، وانت وينكم بالدنيا؟ يعني الان احنا نبتكر اشياء، والله انتم لازم المعارضه تطوها كذا، ماكو شيء يحصل اغلبيه سياسيه، ها، يتصرف حسب اغلبيه الشرعيه. زين، هسه اذا البلد ما يتحمل قناعات عمل مشترك، جيد، هاي قناعات وكانت سائده لحد ماضي قريب، ولكن يبدو انه هاي الامور ادت الى ازمات والى استفراد بالمال العام. خلينا نكون واضحين، يعني الناس دفعوا الضريبه. بالتالي ما هو الواجب على التحالف الثلاثي؟ واجب عليه يقدم ضمانات الى الاطار التنسيقي او الثلث الضامن او المعطل حتى انه يمشون بطريق مستقيم. ضمانات انه احنا راح نشكل حكومه، وتروحوا معارضه فوق ضمانات انه احنا ما راح يصير عليكم استهدافات سياسيه، ما راح يصير عليكم فتح ملفات قصد من عندها تسقيط سياسي. عشان لا لا اوقف هسه، خلينا نرجعنا على التفاهمات. ضمانات انه يضمن حقوقهم كمعارضه، نعم، ما سامح حقوق المعارضه، ماكو، اذا شو ما يعني يسمحوا لهم انه يعني ما يصير اجراءات استهدافات بمعنى غير قانونيه غير شرعيه بحقهم، هذا مطلوب.
اما اذا ملفات سميه فساد او غير فساد هاي ما لها علاقه، ماكو جهه، وهذا هذا حيصيب الطرفين. الجهه اللي تدي ضمانه هي مشاركه بالفساد، زين تدي ضمانه مو تمام، فهاي القضيه هاي ملك الشعب، ما حد يتبرع به اذا اكو فعلا ملفات. صار 19 سنه يتبرعون به، ولذلك 19 سنه ولذلك يدفعون ما حد يقبل يفتح ملفات، طمطم الوطن طمطم. ليش بدنا ندهور الامور؟ ما احنا بدنا قلنا ليش قلنا انه المحاصصه ودوله هذه التوافقيه ما تقدم شيء، لان بالضبط ما فضلت به يفتحون ملفات. فلذلك انا اقول ضمانه، شنو الضمانات؟ الضمانات ان هم يخليهم يتحركون عبر عن رأيهم بدون ملاحقات سياسية، ملاحقات تقييد، نعم مطلوبة هاي. أما تقول لي ملفات إذا ما حلوة، إذا ما بيها أكشن إذا ما بيها أكشن ما حلوة. البلد العراق مليان أكشن، مليان أكشن خاصة بذني. إحنا وشون يصير الأكشن؟ لا ذني بذني هذني الملفات ذني هم خايفين شامريهن هسه تقودني إنه هم قسم من خوفهم، وليس إنه فلان يشكل حكومة وإنما ما قد ترتب على ذلك من سمية استهدافات واللي عنده أسأل الجو هو جبطة عنزيش بغج تشكل خايف حسنا الآن موجود عمير راح يفتح ملفات. ليش عندك ملفات؟ أولا لازم يسأله وانت ليش عندك ملفات بالأساس؟ المفروض ما عندك ملفات. طبعا عندي أحزاب، أحزاب قوية قد لازم أنا أدخل بعمل سياسي، عمل سياسي مني أنا أجيب غير أروح أشترك أنا باقتصاديات، غير أسوي لي خبزة، غير أمول حزبي. هذا المنطق صح؟ هذا المنطق اللي قادنا إلى ما قادنا عليه. هذا أكو وجهة نظر بهذه وتسامحها، عندي وجهه نظر بس هاي المفروضه هي هذه اللي عندها التمدد على المال العام وايجاد الاعراف ووضع الدستور جانبا للعلم. هاي المشكله الرئيسيه الان اليوم، يعني اليوم احنا كل الحديث حتى بما فيها التعطيل العوده الى الاعراف، والله احنا هيك تعرفنا هيك الاعراف اللي صارت مال العمليه السياسيه. شوف العرف عاده القانون ان تستعين به من عندما ما عندك نص دستوري، يعني من ماكو شيء احد مصادر القانون حضرتك ماده قانون لا انه الاعراف، مو من ماكو نص فالاعراف. اما مو عندك انت نص دستوري ونصوص قانونيه تروح على الاعراف، شلون يصير هذا؟ هذا التفاف على الدستور. فهو اللي صار على التفاف على الدستور، والخطوره اليوم بعد تتاكد انه هذا العرف صار هو التقليد، صار هو الاساس، والاعتراف بالدستور هو الهامش. يعني انت اللي جاي تقول يا ما نص قانوني يا ما اعراف نمشي عليها على حال بعض الدول. اذا ماكو نص خوش انا افتهم الاعراف، تمام. اما مو عندك نص قانوني تترك النص القانوني وتروح على بس هذا العرف هو اللي موازن بالعمليه السياسيه. من دون هاي الاعراف، من دون هاي الاعراف راح تفلش العمليه السياسيه. لا يا عمليه سياسيه واقف خلينا نفتهم شنو العمليه السياسيه. احنا نفتهم العمليه السياسيه هي العمليه التي تؤدي الى البلد يمر من ينتهي من العمليه الانتقاليه، صح، والانتقال الى نظام ديمقراطي مؤسساتي، مو وهذا قلنا عملية انتقالية طالعين من دكتاتورية طالعين كذا تصير عملية سياسية. أما العملية السياسية تختزل إنه أنا كني لازم أشارك وأنا لو بالحكومة ولا خارج الحكومة، هذا في النوع من التحريف واللي سميت يعني تشويه العملية السياسية. والآن العملية السياسية كما تعرف عندهم إنه أنا إذا ما بالحكومة يعني خارج العملية السياسية، أنا إذا مو بالبرلمان أنا خارج العملية السياسية. لا، أنا خارج البرلمان وأنا خارج الحكومة، لكن ضمن هذا المنظور لعملية العملية السياسية تؤدي إلى انتقال العراق إلى بلد مؤسسات ديمقراطية. ما أقدر أسويها هسه، ما أقدر أسويها هسه، أنا بعدني لحد الآن ما صار 19 سنة بالحكومة، وتريدون رأسا 19 سنة تودون رأسا حكومة أغلبية ومعارضة. أولاً أوقف، هو الزمن انا اقول لك على الوتيره بعد 900 سنه ما نصير، مو بعد 19 سنه لانه احنا نذهب يوم بعد يوم على تكريس قلنا ما هو استثنائي فهو خاص. فاحنا نريد نقول الزمن بحد ذاته مو كافي، الزمن زائد السكه سليمه. تمام، بالتالي سيد رائد تتوقع انه اكو انفراجه حقيقيه، وانفراجه راح يكون منو بطلها؟ منو عراب هذه الانفراجه؟ الانفراجه هي تولد والله خارجي، العراب خارجي. العراب خارجي. شلون خارج والله؟ يعني هاي الاطراف الخارجيه، لان هم الاطراف يعني سمعنا من الاطراف المعنيه، الاطراف المعنيه كلها تدعي عمليا تشعر بالعجز، هي غير قادرة على التوصل إلى توافقات، وكل واحد يعني متعند في موقفه ومتصلب في موقفه، وبالتالي يستعينون يتأملون أنه يجي الضغط الخارجي ويدفع للكسر. هو إجى الضغط الخارجي ما إجى؟ هو موجود بس يعني حيتخذ معطيات. هو إجى هو كان موجود بس إجى بعد بزخم آخر وبصيغة أكثر انتظاما وأكثر. زين أنت جاي تشوفك تطورات سريعة بالأحداث السياسية، وخاصة ب هذا اكو اشخاص يعني جاي تجيها يعني دفعات وراسا تصفر ملفاتها وتدخل للعراق
وكأنما تريد يعني يخلقون جو من جو الصراع السياسي في بعض البيوتات على ما هو غرار ما هو موجود مثلا في البيت الفلاني والبيت الآخر. فبالتالي تعتقد أنه لازم يوجد صراع في كل البيوتات حتى تستمر حالة التوازن؟ الصراع قائم، خلينا نحكي الصراع قائم. الصراع تتحدث به هو طريقة خوض الصراع إلى جانب العامل الخارجي. لا توقف عن المصطلحات. لا إيه صراع ماشي. إيه صار إلى جانب هذا العامل الخارجي هم ما قاعدين مكتوب في ديت هم الأطراف. كل واحد يعمل على تفكيك الطرف الآخر. صح. تفكيكه. هسه شنو التفكيك هذا تفضلت به هو جزء من عملية التفكيك. جزء عملية التفكيك. تطلع فلان يستهدف فلان يفتحوا فلان فلان هذه تلعب دور وهذه تتأثر لأنه التحالفات يقولون بصراحة نحكيها. ما قائم على الأسس الثابتة، ما قائم على كلهم ترى حتى الإطار هو ما يسمي نفسه التحالف، مو ما يسمي إطار تنسيق وحتى الروح. التحالف الثلاثي هسه نقول واضحين هسه من وقع من وقع وطن أكو بي برنامج هل ماشي معكم برنامج فأكو توافق صار توافق على أهداف معينة في لحظة معينة بس هل هذا توافق بالأهداف مو بالرؤى؟ أنا أشك بالرؤى، أنا أشك ما أقدر أحكم لأن أنا أسمع سيد صدر يحكي أفهم أكيد لا هي أوريدي هي بالأهداف إي بالأهداف بس أما أنا أسمع سيد نفس الحكي اللي يحكي سيد صدر يحكي الحلبوزي بسك التفاصيل ما سامع بنفسه ما أقدر ولا سيد برزان يحكي بنفس التفاصيل أكو مشتركات لكن ولو كان عندهم مشتركات مشتركات هذه خلي يثبتوها أنا دائما طلبتها منهم أنا شخصيا طلبتها منهم عميتوا اللي اتفقتوا عليه برنامجيا ثبتوه على مود الناس تعرف أنتوا شو تسوون بالضبط يعني مو حكي غير تلزمون نفسكم كتحالف تلزمون نفسكم بشيء والحكومة اللي إذا أتيح لكم أن تشكلوها فالحكومة المعنية مكلفة بتطبيق التحالف والبرنامج لقوى التحالف مو برنامج الحكومة لأن برنامج الحكومة يشتق من برنامج التحالف. وبالتالي تعتقد أنه هذه دامة الصراع الموجود في البيوتات هو الحفاظ على التوازن بين البيوتات إدامة الصراع يعني هو إذا صار طبعا ما يريدون ينحسم لصالح طرف بدون ضغط وبالتالي يوصل الاستنتاج زين انه كنا لازم نشترك سويا تعتقد اليوم الثلث المعطل او الثلث الضامن اللي هو يمتلك الثلث تمام تنقلب الآية مرور في الشهر شهرين بعد العيد شويه ورا العيد الطرف الاخر الثلث معطل ويصير الطرف ثالث انه ما انا شوف أنا التقديري إنه صيغة توافقية بالطريقة اللي يطرحها الإطار صعبة تكون مقبولة من الطرف الآخر ثلاث حلقة صعبة تكون مقبولة من التيار الصدري أي الباقيين ما أدري يعني على تقدير من التيار الصدري بس تأخذ لأسباب عديدة ما نخوض بها صعب هذا مو مستحيل هذا أقول صعب القبول بها ما خلاص أدقق فلذلك أنا قلت إذا صيغة معدلة يبدو أكو هناك محاولات أنا ما قلت تنجح بس يبدو حتى الصيغة المعدلة المنطلق مالتها يعني بداية أكو صعبة فإذا انقلبت الموازين وأكو احتمال تنقلب الموازين يعني مو سعيد جزء الضامن يمتلك إلا هذا ويشكل حكومة داخل المعارضة يجوز يسمع بس المشكلة ما يقبل المعارضة لا أنت تتوقع يصير هيك سيناريو أنا أعتقد إنه أنا ما أني يعني التحالفات إذا ما يثبتوها في برنامج وتصلب هي هشة يعني مو هش اقول يعني قابله اللي انت تفكك قابله التفكك قابله يشتغلون عليها انا اشكرك شكر جزيل السيد رائد فهمي سكرتير اللجنه المركزيه في حزب الشورى العراقي شكرا جزيلا لوجودك معنا ولكل ما طرحته شكرا جزيلا الشكر موصول لكم نلتقيكم ان شاء الله في حلقات قادمه.